اهلا بيكم في حلقه جديده من ريمونتادا. البدايه مع النادي الاهلي واللي بيلعب دلوقتي مع الترجي التونسي في اياب دور نص النهائي لبطوله دوري ابطال افريقيا على استاد القاهره. الاهلي كان فاز على الترجي في الماتش اللي فات بنتيجه 3-0 في رادس، هدفين سجلهم بيرسي تاو وهدف لمحمود كهربا، عشان تكون اكبر نتيجه يفوز بيها الاهلي على الترجي في تونس. ويسعى الاهلي لتامين فوزه في ماتش الذهاب عشان يحجز مكانه في الدور النهائي للنسخه الرابعه على التوالي، وهيواجه الفائز من مباراه سان داونز الجنوب افريقي والوداد المغربي. تشكيل الاهلي هيكون كالاتي: حراسه المرمى علي لطفي، وفي خط الدفاع علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم ومحمد هاني، وفي خط الوسط اليو ديانج وحمدي فتحي ومروان عطيه، وفي خط الهجوم حسين الشحات ومحمود كهربا وبيرسي تاو. اما بالنسبه لتشكيل الترجي في حراسه المرمى صدقي الدبشي، في خط الدفاع محمد بن علي ومحمد امين بن حميده ومحمد امين توجاي وياسين مرياح، وفي خط الوسط انيس البدري وكوليبالي ومحمد علي بن رمضان وغيث الوهابي، وفي خط الهجوم محمد علي بن حموده ورشاد العرفاوي، وبيدير الماتش تحكيميا الموريتاني بيدا الدحاني كحكم ساحه، وبيعاونه مواطنه حمدين ديبا والانجولي جيرسون دوس سانتوس والغاني داليان لرايا حكم تقنيه الفيديو، وبيساعده المغربي سمير جزاز. النهارده الصبح زار وفد من الاهلي بيضم خالد مرتضي امين الصندوق ومحمد الضماطي عضو مجلس الاداره مقر اقامه بعثه نادي الترجي بتكليف من الكابتن محمود الخطيب. رئيس مجلس إدارة النادي وفد الأهلي أكد لمسؤولي الترجي على العلاقات القوية اللي بتربط الناديين، وإن بعثة الترجي ليهم اهتمام كبير وتقدير كبير، وفي ترحيب بينهم في بلدهم الثانية. ومن الأهلي للزمالك: وزارت أخبار في الساعات الأخيرة ربطت وجود مفاوضات بين الزمالك والجنوب الأفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق عشان يتولى تدريب فريق الزمالك. موسيماني حقق مع الأهلي بطولتين دوري أبطال أفريقيا في 2020 و2021، ووصل النهائي 2022 بس خسر قدام الوداد المغربي، ونجح برضه في تحقيق بطولتين السوبر الأفريقي والحصول على المدية البرونزية في كأس العالم للأندية في نسختين 2020 و2021، ده غير فوزه بكأس مصر في 2019 و2020. وبعد رحيله عن الأهلي تعاقد مع الأهلي السعودي ونجح في إعادة الفريق للدوري الممتاز مرة تانية بعد موسم واحد بس من هبوطه. ما فيش شك إن مسيرة موسيماني مميزة جدا مع الفرق اللي قادها. تعالوا نشوف آراء جماهير ريمونتادا في إمكانية تعاقد الزمالك مع موسيماني، ونرجع ليكم مرة تانية. بيتسو مدرب كبير جدا، مدرب متمرس في افريقيا، واخد 3 دوري ابطال على حساب الزمالك مرتين وعلى حساب كايزر شيفز المنافس الرئيسي بتاعه فريقه القديم سان داونز. مدرب واصل 3 كاس عالم انديه، 2 سوبر افريقي مع الاهلي، مدرب كبير متمرس. طبعا هيبقى مكسب كبير قوي للزمالك، بس السؤال يعني هنا يعني هل الزمالك هيوفر له متطلباته من ناحيه ان هو يوافق؟ اكيد يوافق، ده نادي الزمالك، يعني اي حد يتمنى ان هو يدربه. والزمالك هينجح معاه. موسيماني اثبت ان هو مدرب كويس مع الاهلي، وبرده تجربته في السعوديه كانت ناجحه جدا، فاتوقع ان هو ينجح معايا يعني ان شاء الله. لا، ما اظنش موسيماني ممكن يروح يدرب الزمالك، لان هو مرتبط جدا بالنادي الاهلي ومرتبط جدا بالنجاحات اللي هو عملها مع النادي الاهلي وبجماهير النادي الاهلي. يعني كلنا شفناه وهو بيتصور مع الجماهير وهو بيصور الجماهير، ف يعني ما اظنش ان هو بعد ما عمل النجاحات دي مع النادي الاهلي يروح لنادي الزمالك او يفكر اصلا. يعني ما اظنش، يعني اظن ان تكون دي خطوه يعني مش كويسه في تاريخه. يعني يوافق او لا دي صعبه، علشان هو في السعوديه طلع مع الاهلي، اهلي جده، وممكن يكون عنده طموح يعلى بيهم. فكره الزمالك يا ريت يجي الزمالك يحاول يجي يعمل حاجه في افريقيا وفي الدوري، وهو عارف الدوري المصري وعارف افريقيا كويس جدا، فيا ريت يجي من السعوديه على الزمالك ويجيب الصفقات اللي هو عايزها ويشوف اللعيبه الجديده بقى. هو موسيماني مش بنسبه كبيره ممكن يروح نادي الزمالك، لان مش هيحقق نفس النجاحات اللي حققها مع النادي الاهلي، فصعب قوي ان انا شايف ان هو حبه للنادي وحبه للجماهير ممكن يلاقيه في نادي الزمالك تاني، مش معتقدش يعني. بس لكن بالنسبه ان هو لو راح هيحقق صعب برضه، لان اللي لقاه في الاهلي صعب ليه في اي فرقه ثانيه او اي نادي في ثاني في مصر، لان هو حقق مع النادي الاهلي انجازات صعب دلوقتي نحققها مع نادي الزمالك. اتوقع ان هو يروح، لان هو مدرب مفروض محترف، فالمفروض زيه زي اي لاعب محترف يروح اي نادي عادي طالما الاوفر اللي هيتقدم له مناسب ليه فيروح. مفيش مشكله. هو بعد الموسم، هو ابتدى الموسم وحش،
ماشي، بس انا شايفه ان في الاخر عمل موسم كويس، يعني هو قفل موسم كويس مع الاهلي في السعوديه، هو قفل موسم كويس. ان هو يروح دي انا اتوقع ان هو يروح عادي جدا، وهو اصلا كمدرب عنده الكواليفايد انف ان هو يتعامل مع لعيبه الزمالك، ان هم فيهم لعيبه كويسه فهيتعامل معهم او هياخد معاهم كل حاجه يعني. فانا شايفه ان هو يقدر يروح، مفيش اي مشكله. في الساعات الأخيرة ظهرت أخبار بأن محمد عواد حارس مرمى الزمالك زعلان بسبب ابتعاده عن المشاركة مع الفريق، خصوصا مع وجود محمد صبحي كأساسي. عواد كان انضم لنادي الزمالك في الصيف 2019 ولعب مع الفريق 74 ماتش، استقبل 58 جون وحافظ على نظافة شباكه في 36 ماتش. نروح نشوف توقعات جماهير ريمونتادا في رحيل محمد عواد عن الزمالك ونرجع ليكم مرة تانية. لا ما افتكرش ان عواد يرحل من الزمالك، عواد مستريح في الزمالك وهو جون اساسي، وهو ما ينفعش كمان يمشي. هيروح فين مثلا؟ هيلاقي حد احسن من الزمالك؟ هيلعب مثلا في نادي تاني هيلعب فيه؟ ما هو الزمالك بيلعب فيه اساسي، والزمالك جماهير الزمالك بتحبه وهو عارف كده، وراجل مستريح في الزمالك. لكن ما نقعد نقول هيمشي اخر السنه نعمل له توتر عصبي، لا، هو الراجل مستريح وهيكمل في الزمالك والزمالكويه بيحبوه. عواد كشخص، عواد كحارس، حارس تالنتد شويه، عواد حارس موهوب، بس امكانيات بدنيه شويه مش بقوه صبحي او بقوه ابو جبل. لكن الفكره في منظومه الزمالك الدفاعيه متاثره جدا الفتره اللي فاتت بسبب غياب الونش، وبسبب ان بيعتمد على لعيبه شويه اعمارهم صغيره، وشويه لعيبه ما لعبتش منتخبات، يعني اللعيب مش دولي، كواليتي اللعيب مش كواليتي لعيب الدولي بتاع نادي الزمالك. كابتن مدحت عبد الهادي، بشير التبعي في الاهلي، وائل جمعه، النوعيه دي من اللعيب. عواد هيكمل السنه الجايه ومش هيكمل، ده بالنسبه لعواد، عنده قابليه يقعد دكه كتير الفتره اللي جايه، لان احنا شفنا مدرب واثنين وثلاثه بيجي على نادي الزمالك بيختار محمد صبحي، لان هو في نوعين من المدربين، في بيحب الحارس البنيه جسديه قويه، وفي اللي بيحب الحارس اللي بيبقى تالنت او مهاري او بيعرف يروح ويجي تحت الثلاث خشبات. بس اتوقع ان اللي جاي صبحي هو اللي هيشيله، يعني هو ممكن ان هو يمشي من نادي الزمالك، بس هو لو طور من نفسه واتمرن اكتر ده هيساعده ان هو يفضل يعني في النادي، بس هو ممكن اصلا كمان يروح المنتخب يعني ان شاء الله الفتره الجايه بنسبه كبيره. هو عواد جاي المفروض يبقى اساسي، فما صبحي لسه طالع ناشئ جديد وجاي بقوه، فاكيد لازم هيفكر في ان هو يقول لك لا انا لازم العب بقى رقم واحد مش رقم اثنين. فاكيد انا بفكر يعني بنسبه كبيره هيمشي من الزمالك، يطلب يمشي من الزمالك عشان يروح يلعب في نادي يبقى رقم واحد. هو عواد جون كبير طبعا، وكان اساسي في فرقه الاسماعيلي، وبيروح منتخب مصر يعني حارس دولي، فهو من الافضل ان هو طبعا يكمل في الزمالك. الزمالك فرقه كبيره طبعا، ومن كبيره في افريقيا برضو طبعا. انا انصحه طبعا هو يكمل في الزمالك، هو كان نافس فتره ابو جبل ورجع لعب اساسي، ونافس فتره صبحي ولعب فتره اساسي. هو طبيعي اي لاعب في الدنيا مستواه بيتقدم وبيرجع، ده طبيعي يعني. فانا انصحه لا طبعا يكمل في الزمالك، لو قدر ينافس صبحي تاني يرجع يقف تاني اساسي في الزمالك. الزمالك زي ما انا قلت ده فرقه كبيره في مصر وفي افريقيا وفي العرب عموما. فانا انصحه طبعا لا يكمل في الزمالك، الزمالك فرقه كبيره طبعا. ومن الزمالك الكرة الأفريقية، والنهاردة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أعلن عن زيادة قيمة الجوائز المالية في دوري الأبطال والكونفدرالية. كاف أكد عبر موقعه الرسمي أن الزيادة المالية للجوائز وصلت 40%، وده في إطار رؤية باتريس موتسابي رئيس الاتحاد بأنه يخلي منافسات الكرة الأفريقية تبقى تنافسية على المستوى العالمي وقائمة على الاكتفاء الذاتي. وهياخد بطل دوري أبطال أفريقيا بداية من الموسم الحالي 4 مليون دولار بدل من 2.5 مليون، أما بطل الكونفدرالية فهياخد 2 مليون دولار بدل من 1.25 مليون.
الاتحاد الافريقي اعلن عن تفاصيل التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم 2026 واللي هتقام بتنظيم ثلاثي بين الولايات المتحده الامريكيه والمكسيك وكندا، واللي هتشهد مشاركه 48 منتخب لاول مره في التاريخ. الكاف قرر تعديل نظام التاهل لبطوله كاس العالم عشان يتناسب مع زياده عدد المنتخبات المشاركه من 32 ل 48 منتخب، بحيث تتقسم المنتخبات الافريقيه ل 54 منتخب لتسع مجموعات بتضم كل مجموعه 6 منتخبات. بيتأهل صاحب الصدارة بعد 10 ماتشات مباشرة لكأس العالم، وبيتم اختيار أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني عشان يصعد فريق واحد ينافس على بطاقة المؤهلة في ملحق التصفيات النهائي بين القارات. أفريقيا بكده هتملك 9 مقاعد ونص في كأس العالم اللي جاي، بحيث يتأهل 9 منتخبات بشكل مباشر للبطولة، وهيخوض منتخب الملحق مع أحد منتخبات آسيا والأمريكتين الشمالية والجنوبية عشان يتأهل في النهاية للمونديال. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في مشواره في التصفيات. تعالوا نشوف رأي جماهير الريمونتادا في إمكانية تأهل منتخبنا الوطني لكأس العالم 2026، ونرجع لكم مرة تانية. ان شاء الله باذن الله هنتاهل يعني من النظام الجديد كمان ان شاء الله. يعني هم 9 مقاعد ونص، فاعتقد ان هم اول 9 تصنيف في افريقيا المفروض هيصعدوا على طول كاس العالم، المفروض ان شاء الله احنا منهم، يعني احنا دلوقتي الخامس، فان شاء الله هنصعد باذن الله. فيتوريا برده ما اقدرش احكم عليه، هو لسه ما مسكش تقريبا الماتش او الماتشين، بس ربنا يكرمه. احنا معانا مجموعه كويسه طبعا، محمد صلاح وتريزيجيه والناس المحترفه دي كلها مع الاهلي ان شاء الله فايق دلوقتي، فباذن الله هنروح كاس العالم ان شاء الله. انا اعرف نتاهل ان شاء الله، بس هي محتاجه شويه مجهود. طبعا ابو صلاح يعني موجود معانا فمش محتاجين حاجه تانية، بس طبعا روي فيتوريا ده ظبط المنتخب قوي قوي عكس ما كان قبلي مدربين، وبصراحه حاسس ان منتخب مصر ممكن يروح، يعني مش صعب عليه لو ركزنا شويه وظبطنا حالاتنا كده هنعرف نروح على طول، بالعكس ممكن كمان يعني نعمل حاجات خياليه في الكاس. والله انا اعتقد ان هو فيتوريا فعلا هيبقى ليه عامل كبير قوي ان احنا نوصل لكاس العالم، لان انا شفت الماتشات اللي فاتت كان هو عارف يستخدم اللعيبه كويس، عارف يحط اللعيبه في مركزهم بطريقه صحيحه، عارف يستغل المحترفين اللي معاه غير اللي قبله كانوا شغل دفاع بس، احنا دلوقتي شايفه هو بيهاجم، فالموضوع ده كان كلنا او كل مصر بتكلم فيه ان احنا كفرقه زي فرقه مصر المفروض ان هي متعوده ان هي تهاجم دايما، المحترفين اللي معانا مش قليلين، كان محمد صلاح او النني او كل اللعيبه اللي معانا كلهم على مستوى عالي جدا من الخبره، فاتوقع ان هو ان شاء الله يستفيد بالخبرات دي ويفيدهم بخبراته برضو، وان شاء الله نوصل كاس العالم. انا متفائل يعني ان شاء الله. لغايه دلوقتي المنتخب بيتطور عن الاول، فدي حاجه كويسه يعني مع المدرب الجديد، وشايف ان في اشبال جديده بتطلع من تحت وبياخدوا فرص حلوه مع المنتخب زي مروان داوود، ده برضو كان شاب طالع من نادي الشمس وطلع مع انبي وراح المنتخب، فدي حاجه كويسه ان هو بياخدهم بيشوفهم الناس اللي تحت، فدي حاجة كويسة للمنتخب وكل شوية بتتطور يعني. ولسه مع كورة الإفريقية، وصحيفة الجارديان البريطانية كشفت عن اتفاقية بتتم حاليا بالاتحاد السعودي وكاف لرعاية دوري السوبر الإفريقي. الجارديان كشفت ان الاتحاد السعودي عرض على كاف الحصول على رعاية دوري السوبر الإفريقي مقابل 200 مليون دولار، وأكدت الصحيفة البريطانية ان الاتحاد السعودي بيسعى لتقوية العلاقات مع كاف عشان يضمن أصوات القارة الإفريقية في صراع تنظيم كأس العالم 2030، واللي متوقع ان السعودية تكون احد أطرافه. الجارديان برضو أكدت أن عقود الرعاية تبدأ من موسم 2024 لموسم 2025، خصوصا النسخة اللي جاية من دوري السوبر الإفريقي هتكون مصغرة، مشاركة 8 فرق بس واللي من ضمنهم النادي الأهلي. ونروح لكرة العالمية، وليفربول أرسل خطاب للاتحاد الإنجليزي بيعترض فيه على سوء تعامل الحكام مع محمد صلاح نجم الفريق. بحسب صحيفة ليفربول أكو، ليفربول اعترض على بعض قرارات بول تيرني حكم ماتش الفريق مع توتنهام واللي انتهت بفوز الريدز 4-3، ورد الاتحاد الإنجليزي على خطاب ليفربول وقال إن رسالة ليفربول وصلت، وإن النادي بيعتقد إن صلاح ما حصلش على قرارات تحكيمية عادلة خلال الموسم الحالي. وأضاف الاتحاد أن ليفربول تعرض لعدد قرارات مشكوك فيها بحسب ما جه في خبر الصحيفة، وده اللي أدى درجة من الحساسية تجاه تيرني حكم الماتش.
ومن انجلترا فرنسا وباريس سان جيرمان بيعلن تجديد تعاقد كابتن الفريق ماركينيوس لغايه صيف 2028. ماركينيوس انضم لباريس سان جيرمان في صيف 2013 من نادي روما، وتعاقده كان ينتهي بنهايه الموسم الحالي قبل ما يتم تجديد عقده مع الفريق. وبكده تكون خلصت اخبارنا النهارده، ولسه مكملين حلقتنا مع كابتن محمد بياقات.